السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. معشر الأحباب، ضيفنا في هذا اليوم هو سيدي شرف الدين وسلطان العاشقين، سيدي عمر بن الفارض رضي الله تعالى عنه. هو عمر ابن علي ابن الحسن ابن ابي الحسن ابن علي بن الفارض، وكان والده يلقب بالفارض لانه كان فرضيا يبين مال النساء على الرجال من المال ومن الفرائض. ولقد راى والده رضي الله عنه، وكان من اكابر علماء مصر، رأى والده في النوم قد شق صدره وخرج منه طائر خفق 3 خفقات فملأ الفضاء، وراح يغرد حتى ملأ الأجواء بتغريده، وكان تغريده عند أذان الفجر. فأولت له تلك الرؤيا بأنه سيأتيه مولود بعد 3 أيام، وهذا المولود يملأ الدنيا تغريدا بأناشيده، وهذه التغاريد وهذه الأغاريد في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنها مقرونة مع أذان الفجر. وراح الوالد ينتظر تلك الأيام 3، وهي تمر ببطء، وقد بشر حقا بمولود أثلج له صدره وارتاحت له نفسه، وكان ينظر إليه نظرة إجلال وإكبار. نجا ابن الفارض رضي الله تعالى عنه في حجر والده، وكانت نشأته نشأة كريمة، حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وما كاد أن يبلغ 12 عاما حتى برع في الشعر. ثم بعد ذلك لازم مجالس والده، وراح يتفقه على والده وعلى علماء زمانه، وبعد ذلك حبب إليه الخلاء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما نسبه، وقبل أن أتكلم عن نشأته لا بد لي أن أذكر لكم شيئا عن نسبه، فقد كان يتصل نسبه الجسماني بقبيلة بني سعد، قبيلة حليمة السعدية مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، رآه يوما في النوم فقال له: يا ابن الفارض، إلى من تنتسب؟ قال: يا رسول الله، أنتسب إلى بني سعد، قبيلة مرضعتك حليمة السعدية رضي الله عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مادا صوته: لا، بل أنت مني ونسبك متصل إلي. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إنني أحفظ نسبي عن أبي وجدي إلى بني سعد. فقال: لا، بل أنت مني ونسبك متصل بي. فقلت: صدقت يا رسول الله. ولا زال يكرر ذلك حتى صحى من نومه وهو رافع إصبعيه وهو يقول: صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد نشأ ابن الفارض رضي الله عنه وحبب إليه الخلاء،
فكان ينقطع عن الناس في الجبل المقطم الثاني في القاهرة، وكان يستأذن والده فيغيب أياما وليالي لا يستأنس إلا بالله سبحانه وتعالى، وهو يجاهد نفسه أشد المجاهدات. ولقد انطلقت مجاهداته من نفسه اللوامة، ونفسي قبل كانت لوامة متى أطعها عصت أو أعطي كانت مطيعتي. لقد ابتدأ مجاهداته من نفسه اللوامة، وانطلق من نفسه إلى ربه سبحانه وتعالى، وبقي على ذلك مدة من الزمن. وكان كلما مرت عليه فترة من الزمان عاد إلى والده سرا بوالده، وكان أبوه يسر بوجوده معه، وكان يجلسه في مجالس الحكم وفي مدارس العلم ويرتاح إلى وجوده معه، حتى كبر والده وعرض عليه أن يكون قاضي القضاة في مصر، فأبى وتنازل عن الحكم وانقطع في قاعة الخطابة في الجامع الأزهر، وانقطع إلى الله سبحانه وتعالى يعبد الله إلى أن مات رضي الله تعالى عنه. وأما ابن الفارض رضي الله عنه يقول: فعدت إلى سياحتي وبقيت أجاهد نفسي مدة من الزمن فلم يفتح علي بشيء، فنزلت القاهرة ودخلت مدرسة السيوفية، وهي مدرسة بناها السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وقفا للحنفية، وكانت تسمى بالسيوفية لأنها كانت بجانب السيوفيين الذين يصنعون السيوف. يقول عمر رضي الله عنه: فرأيت أمام باب المدرسة رجلا بقالا يتوضأ، وهو يتوضأ وضوءا غير مرتب، كان يغسل رجليه ثم يمسح رأسه ثم يغسل وجهه ويغسل يديه، فدنوت منه وقلت له: يا عم، أنت مع هذا السن وأنت تعيش أمام مدرسة العلماء وتعيش بين فقهاء المسلمين ولا تحسن الوضوء؟ قال فنظر إلي وقال: يا عمر، أنت لا يفتح عليك هنا في مصر، وإنما يفتح عليك في مكة. فدهش ابن الفارض رضي الله عنه، دهش من كلام هذا الرجل، وأين مكة الآن؟ أين مكة؟ وراح يسأل ذلك البقال وهو يقول له: يا سيدي، الأمد بيني وبين مكة بعيد، ولا يمكن السفر إلا مع ركب، والركب لا يكون إلا في أيام الحج، فأين أنا من مكة الآن؟ وإذا بالبقال يشير إليه هكذا بيده، فينظر عمر رضي الله عنه فيرى مكة أمامه. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فلما نظرتها تركته وطلبتها، فلا زلت في أثرها حتى وصلت إليها. وبقي في مكة يعيش في وديانها مستأنسا بالله سبحانه وتعالى، وكان الفتح عليه. ولقد كان سبب الفتح عليه أنه مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت فقال فيه: وعلى تفنن مادحيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يعيش في أودية مستأنسا بالوحش ومستوحشا من الإنس، وكان هذا الوادي يبعد عن مكة، يبعد عن الكعبة المشرفة 10 أيام ذهابا وإيابا للراكب المجد. وكان ابن الفارض رضي الله عنه يصلي كل يوم في الحرم 5 مرات. لقد أقبل على الله سبحانه وتعالى فأقبل الله سبحانه وتعالى عليه. لقد قضى 15 عاما وهو في ذلك الجو الصوفي يعيش حياة روحية خالصة. وبعد مدة وإذا به يعود إلى القاهرة. لقد عاد كما ذهب، لقد عاد بإذن من أستاذه كما ذهب بإذن من شيخه، وقد كان البقال شيخه هذا كما يصفه ابن الزيات ويصفه ابن إياس، فيقول ويبين أن البقال كان شيخا لابن الفارض رضي الله تعالى عنه. كيف عاد ابن الفارض؟
كان يوما في واد من أودية مكة، وإذا به يسمع صوت شيخه البقال يناديه ويطلب منه أن يعود إلى مصر ليحضر وفاته. سمع هذا النداء من روحه، سمع هذا النداء لكل ذراته، فعاد مسرعا إلى مكة، فعاد مسرعا إلى مصر، فوجد شيخه البقال كما سمع وجده يحتضر. فلما وصل إليه سلم عليه فرد عليه السلام، فأعطاه الشيخ دنانير ذهب وأمره أن ينفق هذه الدنانير على نفقة وفاته، ثم أشار له أين يدفن، وقال له تدفنني بالقرافة تحت جبل العارض، وأشار له إلى ذلك المكان، فإذا به يرى البقعة أمامه ودفنه في ذلك المكان كما أمره شيخه. وعاد رضي الله تعالى عنه إلى مصر وهو يتذكر تلك الليالي وتلك الأيام التي قضاها في رحاب الله سبحانه وتعالى. ولقد اجتمع في خلال هذه المدة وفي إحدى حجاته اجتمع بالإمام السهروردي رضي الله تعالى عنه، وكان السهروردي عارفا بالله، حج في ذلك العام وكانت آخر حجة حجها، وكان معه خلق كثير ذهبوا معه ليقتدوا بعمله وعلمه، ليستفيدوا من علمه وليقتدوا بعمله. فقيل له إن ابن الفارض في الحرم، فتمنى أن يرى ابن الفارض وأن يجتمع معه. ثم قال في نفسه وهو يخاطب الله سبحانه وتعالى: يا ترى هل أنا عند ظن هؤلاء القوم، أم هل ذكرت أنا في حضرة المحبوب في هذا اليوم؟ يخاطب نفسه بهذه الكلمات، وإذا به يرى ابن الفارض مباشرة وهو يقول له: لك البشارة فاقلع ما عليك، فقد ذكرت، فم على ما فيك من عوجي. فعندما سمع السهروردي هذا البيت وإذا به يصرخ صرخة عظيمة ويبكي بكاء شديدا ويقلع ما عليه، ويقلع القوم الذين من حوله ما عليهم، ثم يطلب ابن الفارض رضي الله عنه فلم يجده، فيقول: هذا كلام حاضر مع الله سبحانه وتعالى. وعاد ابن الفارض إلى القاهرة، وعاد وهو يتذكر تلك الليالي وتلك الأيام وتلك السويعات. 15 عاما قضاها في مكة، ثم عاد وهو بقلب صاد شاك باك يتذكر تلك الأويقات، وكان يغيب أياما متعبدة، يغيب لا يأكل ولا يشرب ولا يكلم أحدا ولا يرد على أحد، وربما طال ذلك 10 أيام أو أكثر أو أقل من ذلك. فإذا ما صحى فإذا به يملي من قصيدته المعروفة بالتائية الكبرى والمسمى بنظم السلوك، وهذه القصيدة كان يسميها أولا روائح الجنان ولوائح الجنان. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له: يا ابن الفارض، ما سميت قصيدتك هذه؟ قال: يا رسول الله، سميتها روائح الجنان ولوائح الجنان. فقال: بل سمها نظم السلوك. فسماها ابن الفارض بتسمية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظم السلوك. وهذه القصيدة جاءه بعض المحبين يطلب منه أن يشرحها له، يستأذنه في أن يشرح هذه القصيدة، فقال له ابن الفارض رضي الله عنه: في كم تشرح هذه القصيدة؟ قال: أشرحها في مجلدين. فتبسم الشيخ رضي الله عنه وقال: لو شئت لشرحت كل بيت في مجلدين. وهذه القصيدة استأذنه أيضا الشيخ محي الدين العربي رضي الله عنه في شرحها، فقال له ابن الفارض رضي الله عنه، قال له: الفتوحات المكية شرح لهذه القصيدة. لقد انطلق ابن الفارض رضي الله عنه مقبلا على الله سبحانه وتعالى، محبا لله، ولقد بين هذه المحبة كيف تكون. وكم من الناس من يدعي المحبة، وكل يدعي وصفا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك،
لقد ادعى المحبة فأعطى البينة على ذلك. ولذلك كثيرا ما يظهر ذلك في قصائده، هو الحب إن لم تقضي مأربا من الحب فاختر ذاك أو خلي خلتي. هو الحب إن لم تقضي مأربا من الحب فاختر ذاك أو خلي خلتي. وعن مذهبي في الحب ما لي مذهب، وإن ملت عنه يوما فارقت ملتي. وهكذا كان دائما يبين حقيقة الحب، أن الإنسان إذا لم يثنى في محبوبه فناء كليا فلا يعد محبوبا، وإلى هذا يصرح فيقول: فلم تهوني ما لم تكن في ثانية، ولم تفنى ما لم تجتلى فيك صورتي. هذه حقيقة الحب. حقيقة الحب أن تكون ثانيا بمحبوبك، أن تفنى إرادتك بإرادة محبوبك، فلا يخطر لك إلا ما يخطر له، ولا تكون إلا على حسب ما يريد ويهواه. هكذا تكون المحبة. ولقد ترقى في مدارج الكمال حتى صار أوحد زمانه وصار سلطان العاشقين. فكان يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: كل من في حماك يهواك، لكن أنا وحدي بكل من في حماك، وجميع العاشقين تحت لوائي. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا ابن الفارس، ومتى كان لك لواء؟ فقال له: وجميع الملاح تحت لواك. وبقي رضي الله تعالى عنه على هذه الحال إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى وهو مطمئن القلب قرير النفس. يقول الجعبري وهو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى واسمه إبراهيم وكان يسكن في العراق، يقول: بينما كنت في جعبر وإذا برجل يمر من جانبي كالبرق الخاطف وهو يقول: فلم تهوني ما لم تكن في فانيا، ولم تفن ما لم تجتلى فيك صورتي. فأمسكت به وقلت له: يا هذا، إن هذا نفس محب. فكلام من هذا؟ قال: هذا نفس أخي شرف الدين بن الفارس، وقد كنت أجد نفسه بالحجاز، فإنني أجده الآن في مصر، وإنه الآن يحتضر. فالتفت والتفت معه ثم غاب عني، فتبعت أثر ذلك الرجل، كان يشم رائحته حتى وصل إلى ابن الفارس رضي الله تعالى عنه وهو يحتضر. فسلمت عليه فرد علي السلام وقال: يا إبراهيم، مباشرة من غير أن يجتمع معه سابقا، هذا بالنسبة للأجسام، وأما بالنسبة للأرواح فإنه يعرفه بروحه. قال له: يا إبراهيم، أنت ولي لله سبحانه وتعالى. فقلت له: يا سيدي، هذه بشارة من الله ساق لي على لسانك، وإن اسمي إبراهيم، وإن لي من سر مقام هذا الاسم نصيب، حيث قال إبراهيم لله سبحانه وتعالى: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، فإني أريد دليلا على كلامك هذا. قال له: يا إبراهيم، لقد دعوت الله سبحانه وتعالى أن يحضر وفاتي أولياءه، فكنت أنت أول من حضر. يقول إبراهيم الجعبري رضي الله عنه: وقد رأيت أشخاصا لم أعرفهم قد حضروا وفاته، ولقد رأيت الجنة قد تمثلت له، وأري مقامه في الجنة، وإذا بابن الفارض يصرخ صرخة عظيمة ويبكي بكاء شديدا ويقول: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت روحي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. فقلت له: يا ابن الفارض، إن هذا مقام عال غال كريم، فما تروم؟ قال: يا هذا، إن رابعة وهي امرأة تقول: ما أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما أعبدك ابتغاء وجهك الكريم. يقول الجعبري: فسمعت هاتفا يقول له: يا ابن الفارض، فما تروم؟ قال: أروم وقد طال المدى منك نظرة، وكم من دماء دون مرماي قلتي،
قال فرأيته بعد ذلك قد تهلل وجهه بشرا وقد فارق الحياة، فعلمت أنه قد أوتي مراده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يعطف قلبه الشريف علينا وأن يرزقنا اتباع هؤلاء، إنه على ما يشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله. يقولون لي ضعفا فأنت